على السجادة الحمراء سار ممثلون ومنتجون من أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية إذانا بمشاركتهم في مهرجان عمان السينمائي الأول. زيدان أبو حمدان أحد المخرجين الأردنيين الشباب جاء لعرض فيلمه بنات عبد الرحمن، والذي يسلط الضوء على العادات المجتمعية السلبية والنقد المجتمعي. إحنا بنات عبد الرحمن. كلكم بناته؟ على الأغلب. يعني أبوي ضايع ولسه مش ملاقينه، وأبصر شو رح نعمل إذا لقيناه. جوزي لسه ما بيرد. يعالج قضية أعتقد هي إنسانية كتير وعالمية كتير، اللي هي حرية الشخصية. نحن مجتمعاتنا بشكل عام بتحد من الاختلاف، بتحد من أي شخص مختلف، أي إنسان مختلفة. يعني بيصير لازم يكونوا، لا لازم يكونوا بشكل معين في قالب معين. إذا منطلع من هذا القالب نحن كتير بنصير أحلى، وحياتنا بتصير أحلى كإنديفيدجو. هذا العقل وهذا القلب أمانة من عند الله، لازم نعاملهم بطريقة كويسة عشان نعرف ننمو كأفراد وكمجتمع. مع الصناع السينما عم بيجمع المخرجين، عم بيجمع الممثلين، وخاصة للأفلام اللي بيكون أول فيلم لقلون، فهيدي مثل هاي فتحة طريق يعني لحتى ينطلقوا لأكتر. يأتي المهرجان هذا العام بالتزامن مع رفع الأردن القيود المفروضة بسبب كورونا، ليتيح فرصة للمنتجين الشباب الأردنيين للتنافس على جوائز المهرجان والاطلاع والحوار مع المنتجين العرب لاكتساب الخبرات في مجال صناعة الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية. عندنا حوالي 100 ضيف من الخارج، من مخرجين، من منتجين، من ممثلين، بعض المشاهير أيضا. لح يكون في فرصة للقاء الجمهور الأردني مع هؤلاء الأشخاص، مع صناع الأفلام يلي لح يكونوا يناقشوا أفلامهم بعد كل عرض، إضافة إلى العدد من النشاطات الموازية لعروض الأفلام، من ورش عمل، من ندوات، من منصات لتسويق الأفلام. سافي ليلى كمل هالتريف. كما يحتضن المهرجان أيضا ورشات حوارية نقاشية بين المنتجين والمخرجين العرب والأردنيين لخلق شراكات مستقبلية في مجال صنع الأفلام. أكثر من 50 فيلما روائيا طويلا وقصيرا إلى جانب وثائقيات عربية ومحلية ودولية حلت ضيفة على المهرجان لمدة 7 أيام، والذي يهدف لدعم صناع الأفلام من الشباب وتبادل الخبرات مع كبار نجوم الفن والإنتاج في العالم. حيدر العبدلي، الحرة، عمان.